بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحنفلي هبي ندم بين علماء وينيد لتشوك تي ودك الدكاترة ديسي أما غويان كيسي أنا ودع عمدا نقصي سمينة ما كعلماء ده أنت يدين كي ما ريان مرة داي مادين أو دروس آخرين يين علمي دين كمان مغنا نملاين الدرس كي يقعو حس كي جسب سيسيني هاي إن أمبل تنبيه يا ما براروشي إن إنك جنع صدا يا مسلم كا ما دام مقالة دين أي مقالة جنع ستة هاي ده تكون عمل كا وقبض أنا مش غدا وقبض أنا هيا وهيا أي جنع ستة هاي وحيابا لو قبا هي وح كم ده أما التحديات كا هرت هاجن وقهرين وحين وقنا إلهي سبحانه وتعالى قنع السقاء إنه بنيي وأحل الله البيعة وحرم الربا. إلهي سبحانه وتعالى بنس كتابه بوين وقلت المامي بيعه أما وح قدسته يوح سو قدشته قنع السقاء إنه حلالي هاي آيات بدن وقرآن وانا لقدي قنكرا مسألة ده سوى الله سبحانه وتعالى وكقور رميه بل إلينا عبادتنا مركض ما يستطان فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آيات القرآن كصار ري أما حديث كصار رتي قناع سيقا إيا وحتر كيسا إيا أجر كيسا إيا فوايد يسو وإس كتير بدي وحقوا غفلا إمام الطبري رحمة الله عليه مركو تفسير أيوه آيات كانوا قدام بها سورة المزمل إلهي حلى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفة وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. المسلمين تواجب كصلاة الفريضة واجب نمددي. وحيا بايل هيت المامي سبحانه وتعالى إن لو غف ديدي وحكم ده وحيد كم ده باليد دد حنوصا وحكلو إذا كم ده باليد دد جنع سطاء وإلهي فضلك سراد عيني يا وآخرون يقاتلون في سبيل الله. سأوجد بإمام الطبري إمام القرطبي رحمة الله عليه وحليه إلهي آيات الطموح قسمي درجة المجاهدين يا المكتسبين المال الحلال قوى شقي سنية سيعرورتو دي نفتو دي يدتكو دو قوديان إيا قوى مرضاقا انت أصبع مال قرى القوى دي تلمامي بتلمامي. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كسوى أرورتي وحكم إذا حديث إمام الترمذي ابن ماجه ورينيو إن كستو سنة كيس علماء القاري كهض هلان شيخ الألباني رحمة الله عليهنا حديث إسبران برياي كم إدهاي وكتبه القديمة نو تضعيفين إياه كتبتي سدنبا نو تصحيحين إياه. حديث كوحة المامة يا التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة قفك تاجرك قنع صدها أما ندى لأمينك أما ندى صفة الأنبياء إني لكم ناصح أمين وضت الماميان وضتك غمضا ومدى مسلمك صفاتك الغت المام نبي حلي عليه الصلاة والسلام قنع صدها أمينك يا أما ندى الرنشاق صدوق يا مسلم كابو نبي عليه الصلاه والسلام كاس قيامها وحو لا صبحيا صفك مقدم كه هريه ددك مؤمنين تا هغاميه هو نبيده يا صديقين تا روايه دقاركودنا شهداء قري كو كوبسنا لكن اسكو صدر شهيد كي صديق يا نبي انتو بوح ويان وهرمودك امده مسلم كا بركا قيامها وحل الراعي
inuu dadka hormuudka soo raaciyo macnaheedu waxa weeyaan hadduu ganacsigu mid uu ilaahay kaga cabsaday yahay oo uu ku cibaadaysanayay uu yahay inuu ka mid yahay cibaadaadka meesha hore aakhiro lagu badbaado ee dadka hore ka mid ah ma badinaya markaa nusuusta ku soo aroortay ajarkeeda iyo ibaaxadeeda iyo wixii la halmaala. Laakiin waxaan rabaa inaan waxoogaa yar idinka tilmaamo casrigan aynu nool lahay iyo ganacsadaha dhibaatooyinka haysata. Casrigan aynu nool lahay waxaan ku tilmaamaa waa casru technology, casru maxay yidhahdaa information, waa information society bay yidhahdaa, waa bulshada warka ama macluumaadka. Macluumaadka badanaa la helay ee casriga jira iyo xidhiidhka tirada badan leh furas wuuyey ay tahay qofka muslimka inuu ka faa'iidaysado. Oo waxaa la yidhahdaa casriga kan, dee adigoo gurigaaga fadhiya ayaad macluumaadka ugu badan heli kartaa, adoon gurigaaga dhanna uga bixin ayaad heli kartaa. Dunida alaabta taallo oo dhammi waxay tahay qiimaha ay joogto, meelaha ay taallo, sida loo kala gato, waxaad macluumaad u baahanto dhan adigoo gurigaaga fadhiyaad heli kartaa. In soomaaliduna dee waxyaabahay ku ammaanantay waxaa ka mid ah waxay yidhahdaan waa open society, waa bulsho furan. Bulshada furane waa bulsho warkeedu si fudud isu gaadho. Mathalan East Africa iyo dhulkaasi gaalo ama niman reer Yurube iyo Hindi ayaa baac mushtarka ahaan jiray. Qof waliba inta uu haysto ama itemka uu yaqaano wuu la aamusay, dabeetere keligii ayaa ka baac mushtarayn jiray. Soomaalaa timi, Soomaalidu waa open society, waa dad furan. Waa isu sheegtay dab iyo dacla suuqa cid walba way ka saareen. Waxay kaga saareen ee qudhi maha activity kale, waa informationka, waa warka ay sasiinayeen. Warkaasi ay kala helayeen ay sasiinayeen ayaa ah wax weyn marka la joogo caalamka maanta la joogo. Maanta caalamkaynu joogno itisaalaadku way fudud yihiin, ama internet gal ama telefoon dir ama kan dir ama waxaan sameeyay inaad hesho macluumaadaad u baahantay oo dhan waad heli kartaa. Waxaa kaloo fudud qaabkaad lacagta u gudbin karto. Oo waagii hore dee awrkaasaa lacagta la saari jiray oo la sii safri jiray oo bilo la sii socon jiray, haddana waa Swift, waa moobaylkaad sidato aad dhowr badhan taabato ayaa lacagtu dunida dabadeeda ku gaadhaysaa, hadna kugu soo gaadhaysaa. Idan itisaalaadkii oo dhammi wuu fududaado, taxwiilaadkii lacagtoo dhammi wuu fududaado, muwaasalaadkiina waa fududaadeen. Wixii wax la saari jiray, tareen, dayuurad, markab, wax walba waxbaa lasoo saaray, iyana wuu fududyahay. Xaggaa marka laga eego tijaaradu casrigan way ka fududday cusuurtii hore oo waa furas. Laakiin dhan kale marka laga eego qofka muslimka, cidhiidhi badan bay ku tahay, waayo nidaamka caalamiga ee dhaqaale wuxuu ku salaysan yahay nidaam aan islaami ahayn. Waxaa hormuud ka ah dad gaaleed, waxaanay bays uga dhigeen oo ku salaysan yahay nidaam ribawiya. Sida daraaddeed waa nidaam dhulmi iyo khiyaamo iyo guud ahaan markaynu duuduubno xalaal iyo xaaraan aan loo kala eegaynin. Marka taajirka ganacsadaha muslimkii wuxuu u baahan yahay kow inuu kala garto acyaanta maxaa xalaala maxaase xaaraana. Shareecada markaynu eegno, xaaraantu waa wax yar 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 yar. Waxa kaloo dhammi waa xalaal. Mathalan waxa la cuno dhan qur-aanku dhowr shay buu tilmaamay, bes sunnaduna wax yaroo kooban bay ku dartaa. Marka sidaa loo eego, xaaraantu waa fara ku tiris, waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan wax la odhan karo. Xalaashuna waa waxa soo hara. Laakiin markay tijaarada gacanta ku qabteen cid aan muslim ahayni, waxay noqotay xaaraantii yarayd ee fara ku tiriska ahayd in wax walba la saarsaaro. Sidaa awgeed acyaanta waxa caynta uu qofka muslimka iibinaya waa inuu garanayo. Tusaalayaal baan idiin sii kooban.
maanta industriga ama warshadda waxaa loo yaqaano dad aan muslim ahayn baa gacanta ku haya. Waagii horena reer galbeed oo qaarkoodna ahlu kitaab yihiin qaarna diin laawayaal yihiin baa gacanta ku hayay. Iminkana eeshiya ku soo biirtay oo ama malaaxida ah siday u badan yihiin Chinese-ku, ilaah ba rumaysnayn, ama hinduus iyo baliya baaskala ah iyo buudiis, idan diin laawayaal kaloo ahlu kitaabku ka sokeeyaan oo ka sii fog ahlu kitaabka. Warshaddu markay shayga samaynayso, laba shay baa asalu ay ka fakertaa. Shayga taklifadiisu inay jabnaato iyo availability, inuu productionku aanu ka halkala go'aynine aad heli karto wafradiisa, inuu mutawafir yahay. Dunida waxaa badani wuxuu noqday ee mutawafir agtooda ah matalan waxaa la cuno oo dhan markaad eegto, ama daawo oo dhan eegto, waxaasoo dhan in badan oo ka mid ah ama dufan xaaraana ku jira, ama alkohol xaaraana ku jira, ama neef aan la qalin wixii baa ku jira, ama doofaar wixii baa ku jira, waayo iyagaa more available, iyagaa la helaya. Waxaa laga yaabaa waxyaabaha qaarkood dadan ka waramo inaa ka yaqyaqsootaan, waayo dadka waxaa ka shaqaynaya waxaan see loo helaa. Tusaalaan ku siin, cosmeticska dunida la isticmaalo qaybo ka mid a proteiniska lagu daro, qaarkood dhakhtarku wuxuu daadiyaabaa laga soo saaraa. Caruurtan yarare lasoo daadiya soo ma taqaanayn abortionka, meydkan caruurtan la daadiyey, qaarkood baranbara la beeray beed baranbara laga soo guraa, baranbarada soo ma taqaanayn proteins baa laga soo guraa. Qaarkood kaadida biniaadamka lagala baxaa, proteiniska qaarkood kaadida biniaadamka kala soo baxaan. Qaarkood yacni ninka waxba xalaalka ma aha, waxba xaaraanka ma aha, qof biniaadamaan waxbaba xaaraan agtiisa ahayn, oo haddana isagu gacanta kuugu haya wixii la sameynayay. Walidaalik waa laga yaabaa inaad aragto waxa ugu yaraynu ibina waa nacnac. Hargeysa dhexdeeda anigoo marayaa nacnac iibsaday dhowr iyo sagaashankii, markaasaan furay waxaa dhi warbar horta aan akhriya waraqda yara ku qoran su jallaatiin baa ku jira. Yacni xabada nacnaca ka bilow ilaa iyo waxa ugu sarreeya wax waliba waa ku jira. Taa maxaan uga dan leeyahay, taajirka muslimka ahi waa inuu og yahay waxa uu iibinayaa contentiska wuxuu ka samaysan yahay, waxaan uu iibinayaa ee qofka muslimka ah uu soo qaaday ee dunida dabadeeda ka keenay, ama sharaab ha noqoto, ama cunno ha noqoto, ama daawo ha noqoto, ama waxay doonaysa ha ahaato, waxaan la sidaa inuu yahay wax xalaal ka yimi iyo wax xaaraan ka yimi. Xaaraantu waa yartaynu dhay, laakiin ogaan bay meel walba u saarsaareen. Waxaan leenahay markaa qofka muslimkaa waxaa hortaagan taxaddi alxalaali waalxaraam ugu horrayn. Tijaaradaada see baad uga ilaalin lahayd xaaraanta, see baad uga dhigi lahayd wax xalaala. Bini aadamka waa iskaga abuurantay xoolo jacaylku, oo xoola waynu jecelnay, wainahu lixubi alkhayri la shadiid watuxibuuna almaala xuban jama. Bini aadamku xoolaha aad buu jecelyahay inuu helo, laakiin qofka muslimka ahi wuxuu u baahan yahay inuu iska hubiyo xoolahaasi meesha ay ka soo gelayaan. Waa waxyaabaa laynagu beeray si laynoo itixaamo. Nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamayay qofka bini aadamkii haddii laba waadiyo dahaba uu haysto, labtaqa thaalis buu dalbayaa, mid saddexaad buu raadinaya. Hunguriga bini aadamka ciiduun baa buuxisa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Haddaba waxaynu u baahannahay innagoo noocaasi laynoo abuuray ayaa waxa laynagu yidhi kaasina waa xalaal, kaasina waa xaaraane, kaad qaadataabaana lagugu abaalmarinaya. Dhanka kalena nafta biniaadamkii markay ururisana waxaa laynagu itixaamay kale waxaa ka mid ah uxdirat lanfusu shux, waxaa laynagu xaadiriyey bakhaylnimo. Wa kaana alinsaanu qatuura, nebigu wuxuu tilmaamayaa yahrabnu aadam, bini aadamku waa gaboobaa,
لما شيء لكن مجبوباني اللي يردوا مكاهرة حول تعال هي إلى لنتودة إيوه عمر جايو أمل كاردر يدا أداس لسيتشرو بنادم كوكا مجبوبو حاكو صار المركة دوني ده وحي يا لابن ودوا نوعه تكنولوجي جينا وحي فضي دي وحي والباين لقابين كرو وحي والباين لقابين كرو وحبضنا أنا ضدك صورنا إننا إن عنوين ككوتشير الكرام مثلا عنظف ده زده كوتشرته وحدنا الله قصة ما يالله قدرة وكم كل سنة مركل سقول ولا وحدنا نص ما هي وحدنا كوس ما هي حقوق هي ما يسوي دين لي وحال قدرة وح سكو هي إن أنا كلامير من وسكوس وح استجد كيسو إن أنا كلام بحين هي الله قدرة waxa lagu dara wax cimri dharar u sameeya inaanay hore u xumaanin waxa lagu dara konton shay waxa lagu dara qaar midab loogu yeelo waxa soo dhami cunadi caadiga ahayd baa lagu walaaqaya cunadi xalaasha ahayd caadiga ahayd baa waxa inta la soo qaada la walaaqo waxa moodaysa inuu baris khaliyay ama inuu fuul khaliyay yahay ama inuu cambaya hayba dad ugu haysta laakiin waxa ku walaaqana ku guda jira way tiro badan yihiin sida weedo xalayna qofka taajirka muslimka ahi waliba dawladahaana burburayaan cid wax baa dhab lahayn waa laga yaabaa meelaha adduunka dawladaha ay ka jiraan inay dawladuhu laab leeyihiin iyo wax baadhaan oo censorship oo maxaa la soo deynayaa si maxaa la soo deynin la isweydiiyo waxaana cala muslim bay maanta wax oo dhammi saarantay qofkan taajirka muslimka baa waxaa soo dhammi saarantay إن الحلال هي حرام كلا دورتي يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حولها قاب كي كوسيو قال يعني إن الحلال نمدود إلى لصه وأنا كون نبغو تلمامي عليه الصلاة والسلام وحيابا وقبضنا قفك الدين تيسف السهادية إنه كم تاي مالك يا منصبك النبي يقول اللي بيجي والله ورابه وهذا اللي هو سيد داي وقام فساد بدنا قفك سيد الدين دي سوف فساديان محي حرص المرء على المال والشرف لدين قفك حولها تعال كود يسوع ورورنا يو هي الشرف يا ماموس يا مقع يا منصب يا دولة نمسد ورادنا يو آخرنا إلهي وحولي قارن تلا سوتا قاين كوهالان هالي دونان ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية حوله وحبي قمطرين هي السلطان كي هي مامول كي وحيان هيستي أوردر عصري قد دنبنا النبي كوكوت المامين يمد الزمن كو إيمان دونتو لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن حلال أم من أم من الحرام وقت أنا يدتك وبأبي يلي دون وحن سوق لي ما حلال با مسوى حرام ولبا صمالد ولا برد بواي قبطة مركي دنك مالك شوفته دقن هرو قديم واي قبان وورع كويرا سمعت قال لي قاعد يشتري صباح قال لي المسلم فوف صدي وهلكا ودرر صدي ساك يا انت اللي قاعد ابا ولي ما مال له هيستي اذا انت بادي هناك كادي هناك صوها تي مقالد انا واحد نغطي ان السويدي وحو العق مطي وحق سوق لي العق ومي ان لو ايجن محلال بيكاسو جليسا سحرام بيكاسو جليسا dadka ka dhaxaysa iyadu kuma ba sii jirto dawladaha iyo meelahaasi lacalla dadka wax isku darsada in badan inay isboobaan lacalla waxay u badan tahay dadku masalada maalka waa masalo adag sida awgeed waxaan leenahay laba shayba waad u baahantihiin kow marka hore waxaana iibinaysaan xalaal iyo xaaraan waxayiin inaad garataan marka labaadna
deena sharciga waa egtaan dhankii kale ee wax iibinta iyo wax iibsiga iyo sharci buu jira ilaahay inoo soo dejiyey sharciga alla inoo soo dejiyey waxna xalaal buu ku tilmaamayaa waxna xaaraam buu ku tilmaamayaa waxna waxaa lagu tilmaamay inay maxay yihiin mutashaabih ama shubahaad inuu ku jiro nebigu wuxuu tilmaamay ninka waxyaabaha xataa madmadowga kaga jiraan kaga tagaa inuu kaasi diintiisa dhowrsaday ka ku dhiirada waxaa madmadowga ku jirana inuu ismiga ku dhacayo sida awgeed taxadiga labaad aan tilmaamayaa ama challenge-ka ama caqabada labaad ee dadka soomaaliyeed haysataa ama muslimkaba intooda badan haysataa waa jahliga diinta jaahilka laga yihi salaada inkastaba hadlee kaatee waxbaynu ka barannaa ugu yaraan weysadu waxay ku burtay iyo waa naqnaqaanah cumuuman salaadu waxay ku asaxday arkaanteeda waa naqaanah laakiin haddaynu isweydiinay yaa weli beecu fadhiistay oo bartay maca طulaabulcilmiga ku dar xataa kutubta la dhigo inta badan طulaabulcilmiga dee cilmigan dambe ee gabadhgabadha ahi inta baabka cibaadaadka marka la qaataaba la iskaga tagaa walidaalik baan arkayay nin culammadii soomaaliyeed hore ka mido minhaajka markuu bilaabayo kitaabulbayc buu ka bilaabi jiray wuxuu odhan jiray kolley waa ka tegaysaa kane kamaaliday ka bilaabayaa buu odhan jiray sababta waxay tahay waxa yar dadka intuu fadhiistay isweydiiyey war muxuu beeca ku asaxaa shareecadu maxay ka qabtaa sidee wax loo iibiyaa ilaahay iyo rasuulkiisu maxay inooga sheegeen waxiibka bale waxaad moodaa inaynu u dhowdhownahay qoladii nebi shucayb loo soo diray maxay yidhaahdeen ma waxaad rabtaa an nafcala fii amwaalina maa nashaa bay ku doodayeen maxaa dhaqaale iyo diin kala galay bay lahaayeen dhaqaale iyo diin maxaa kala galay tijaare iyo diin maxaa kala galay laakiin waxaan leeyahay masalada labaad ee madowgu ku jira markaa waxay tahay xadiidkii طalab اlcilmi fariida calى kuli muslim ee ibnu maaja warinayay sanadkiisa inkastoo culimmada qaar ay ka hadashay imaamu axmed iyo bayhaqi iyo nawowi iyo qolada si daciifisay haddana albaani iyo suyuud iyo rag kale waa tasiixiyeen laakiin macnaha xadiidka culimmadu isku waafaqsantay in cilmiga la dalbaa oo qofka wixii farad isaga ku ah haddaad guursanayso cilmiga guurka inaad barata dee waajib uu kugu yahay gabadhu maxay kaaga furmaysaa iyo maxaad ku qabaysaa iyo maxay xaq kugu leedahay haddaad tijaaraynaysana waajib ay kugu tahay inaad barato maxaa tijaarada ka bannaan maxaanse ka bannaanayn haddaad salaad tukanaysana waajib ay kugu tahay salaada inaad barato idan qof walba diinta waxa kaga waajiba inta khusaysa sidaa awgeed waxaanu leenahay dadka tijaarada ka shaqeeya haddaad can jahlin ku gasho waxaad walaaqdo dee akhira waa lagu qabsanayaa adigoo awoodi karaya inaad barato adigoo awoodi karaya inaad barato haddaad intaad iska bilowdo un tidhaahdo war waa insha allahu way iska hagaagaysaa daana lacagtu maan dhiibaya isna alaabtu maan ka qaadanayaaye maxaa kale layga baahan yahay hadduu arrinkaagu gaadho waa lagu dabakhayaa si awgeed waxaynu leenahay taajirka muslimka korkiisa waxaa saaran axkaamta beeca iyo shiraaga ku soo aroortay iyo baabilbuyuuc wixii ku soo arooray inuu barto si uu uga baxsado riba iyo maysar iyo wixii shareecadu mamnuucday oo dhan si uu uga baxsado sa awgeed ba imaamu nawowi raxmat ullaahi calayhi majmuuciisa wuxuu ku tilmaamayaa beeca iyo nikaaxa iyo wixii la halmaala ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa nuquul imaamu lxarameyn iyo ghazaali iyo qoladaas oo leh waxaa mutacayina qofku marka uu rabo intuu waxaa qabto inuu barto shuruudooda iyo waxay ku asaaxisiiyo waxaasi markaasuu isagu wuxuu leeyahay war tacayunkaa horeba ka kaalee waxa xaaraama inaad bilowdaba waxa xaaraana aliqdaam calayhi ilaa bacda macrifati sharti marka la garto unbaad bilaabi kartaa buu tilmaamaya
أئمة المسلمين تهورنا عمر بن الخطاب أو حورن جري ورن كان أحكام تاسي قرنينو لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين سوق يوحكو يبني نين دين تقرتي موياني نين دين تفهمي موياني تام عليه ذو حويان نذكر كلها الضاني ذكرته الصوح وحياء إسلادين قانونيا والغو دعيا legal terms كواهو اكتان تا اللوير تكتان با كونتراغ او قيسان اطلع هذا بلد كونتراغ كان ايه شرعي سوا فقهي وحا وحي كساب سنة عشورة الدولة دي وحا سوا صابرتان وحلا يدين كغيا لنا يوسيا اما وغور قرطنطان اما uga baxsataan ama u bixisan sidan kastaba har noqotee waad isku dayday inaad wax ka soo ga waxa laaliya waxa idin ku xidhan hadaad wax iibsanayso dadimo guri iibsanaysa ama meel iibsanaysa inta badan iska ma qaadatay waxa tiraa nootayada inage nootayadu muxuu qabanaya qaanunku ku eegaya wuxuu waafajinaya shuruucda meesha taala oo maxaa diiday inaad diinta u eegto marka inta kalaba waad u eegi garanaysaaye inta kalaba waad u eegi garanaysaa وارد رادني سأقول تيد محد يدي مركاين أدو أكتو وار مكو برنانت مسكو ما برنانا عيد أن تجارتي هراء مسلمين تاعي وحيل هانشر إن من فقهاء ولا طليوا قاركونا وحيل هانشر إن با فقهاء يكون دران سفر كودا وسفر كاسين تو مقيه وحصو قدرية وحصو دان كأجا بيع وحي حلال ودعية وحرار ودعية تصالك كلام نسيو marka gabadh guursanaysaan waxa tiraahdaan wadaad inoo doona gabadh aad guursataan ma jirtay iyadaa wadaad joogay hadda wadaadku shaqaba kuma leh gabadhu guurku wuxuu asaxaa maxay dee weligeedii iyo ninkii bixinaya iyo markhaatiyadii iyo intaan laysla helo ayuu ku asaxaa wadaadku shaqa kuma leh haddaa maxaa loogu yeedhayaa waxaa loogu yeedhayay war bal inaga hubi waxaanaanu wadnaa inuu sharciga waafaqsan yahay intaasuu wadaadku u fadhiyay meesha siiqadan ay ugu dhacayso inuu ku guuriyey ama siiqa sax ma tahay markhaatiyadani markhaati galeen ma yihiin ninkani weligii bal ha sheekh khitaabka u eego hubi intaanaanu wadnaa oo maxaa diiday markaad wax iibsanaysa inaad tirahdo bal sheekh hadda khitaabka u eego intaanaanu wadnaa ila waa isku mid kitaabka nikaaxa iyo kitaabka beeca waxba uma dhexeeyaan waa isku mid kanba waxaad ogolaatay in sheekh loo tago la la eego wuxuu saxmayay mise maaha kanina waa la mid markaa saa awgeed waxaan leeyahay marka hore waxaynu iibinaynoo acyaantaynu iibinayno maxaa xalaal iyo maxaa xaaraana wadaadkuba laftiisu wax badan kama oga cidda wax ka og weydiiya oo baadi doona oo waxna gadaysaan iska hubiya waxnaad gadaysaan iska hubiya marka labaadna waxaan leenahay sida wax loo iibiyo wax loo gado wuxuu sharcigu ka qabo waa la baran karaa laba saddex maalmood baa kugu filan oo kors fiican lagu siiyo oo aad baysiga fahamtid usuusha aad garatid wixii masale markaa madmadow galana aad ula tagtid sheekhaaga la taliyaa ku ah ee markaa kuwa muftiga ah aad wixii masale madmadow galana weydiiso laakiin inta bayska asalka ah dee inaad cidna u daba fadhisan aad ogaato oo aad garatid subax walba dukaankaad furaysa ay dukaanku wuxuu beeciisu ku asaxiyo waxaanu ku asaxaynay qadiyada labaad ama saddexaad aan tilmaamaya waxa weeyaan tijaaradu iyo xoolo dhaqashadu inaanay cibaadada kale inaga mashquulin inaad nolosha oo dhan ka dhigin lacag see loo helaa oo marka waagu baryo intaad ka lahdo habeenkii marka la seexanayo inaad soo fadhiisato intaana shelin un sidii loo heli lahaad ku maqan tahay waxa kaloo dhanna aad gacan bidixayso markaa waxaad soo baxaysaa cabdu dirhami wa diinaar kuu nebigu sheegayay inaad dirhamka iyo diinaarka addoon aad u noqoto taajirka muslimka ahi ilaahay cibaadadiisa iyo diintiisa kama mashquuliso tijaaradu
سادرات ابدا الى القران كو امانينا و خيري رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار مساجد كو عامره و خا لوت المامين رقيين انا كم مشغول ان غنعسغه يا وحيبسغه الهي حسكيسه يا صلاه اوغستيده يا الزكاه بحنتي انا كم مشغول ان منافقين تينا محايل هيك تلما شغلتنا اموالنا واهلنا بيناي كوي منافق ايق وحيد هذا شغلتنا اموالنا واهلنا حولي يا عرتي بنا مشغولين ام يا وحبا وحل الى ابو لي وتي حولا ما اضون بعض تي حولا هذيك عليه وحي هيدنا ضدك وحكا حليشو سد ردد الهي قرانك سبق لنا لعين يوح قلت المام وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ما أنت جمعاء آذانك الدم بهطور دعوة حاراني وحليبية ما بنانا آذانك الدم بهجمعاء هدو يارو وحليبية وحاران هدي مركا اي كابا مشغول سا صلاة دي خطبة دي يوحي يولن تجارة كابا مشغول سا كورا وكوى إلهي وكوت المام أيها تجارية اللهو هذا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة سأوجد أيها الأحبة أعلن قفك تاجر كمسلم كإلهي ذكر جيسة هي حسكيسة هي عبادة ديسة هي دينتي شبرا شديد شلو كونو كمشغول يما هينا وانسكو بيا وركا انت وحن كدريها تاجر كمسلم كاهي تجارة وين نقطة واحد إلهي يقول دوانيس فضي طريقي صحة مرتا إلهي بيكون دوانيس وقورما وقورتا أتكون دقنتو البر والصدق والتقوى وقورتا أت إلهي كقعب سطو نبقو عليه الصلاة والسلام حتى المامية البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما لبدا وحكى لقضانيا خيار المجلس كي لين انت عنيك للتقين يعني وحبا هذا كالقضاتين ولما إذا كلا دقاقين وكلا نقوكرتا خيار كي ولي وشرا فالدبو حنا بقول فإن صدق وبين هذا رون شيغا وعديا رون شيغ هو محي عصر عندما هو حصاب حي ميزان كي مكيال كي وحنا ما لسه خيامية وغشكو مال والبابو قال هذا كيسا داو طبعا ميليغرام لغو تلقلو مادة داسين يكو چرتو لغو ميليغرام لغو صوشوي وغش رونك شيغي ميسي وحي يوم مقعان مقعيسة هنا تكو قرطي انت ادين ديكو صول ولا غضبا دوران السواكي وقدم بيه محي جبار لغو سمايه وغش كالي وحوحو يهي وحانا هين وددك وقو مال قلن ساتك غشاكتو ميزان كي سواد لنتو برهن ماشي كل سنة يمكن صبض ديرو كل سنة قيمة لها يعني ايرون كوتشرا مثلا تجارة انت تقابل ايرون هذا خير خفيف يوحك على كوبادي قيمة هندي بيا هدو سوق سكويري كان كغيب قلي يعني مركز سوق حلي بيرتا تاني واتيل لبضا انشا هاي ده ولا بينشا بانا ماها لبينشا ايرانا ماها ولا بينشا تصاول ولا قضي ايرون ما كوتشرا وحلا غيابا وحي برقي هوري لو داري تشري 50% انها تكسر انت لكن عمدو موغا ساسات كي يبيني سوا حد هذا هو واتي مليمتر كيد هو تنا هو شان كنا هو طبعا كنا هو لباتمات كي يبيني هو بان كان ميزان كان لقل دا قد بدات كسوغر سا كنتون كيلو لكن 49 بادران سا كشو كي كوري تشانا كنتون باكا غوضا غوران سغالي افرتنا كسوغر سا dadad ku inta jawaan ka qaado inta badan miisaan ka saari maayo oran maayo warqad tan qiimo tahay ama shan iyo laatan qiimo tahay
لكن ساعات قيمة هو يرد انتو سوق سكوير يقول قيب قشو اياد واحد هذا كيلو كيلو هذا الكيلو ريب سقال يا فرطان كوكور لما ترى سقال يا فرطان بات كينيسا مرض هذا رانيسا قطن ويان عد بات كي منيسا وانا بوليستا ما قعون بات حاجة سراكا كصغر طيئ ما دادا كسبا يسانت عد بباما قطن ما هو بوليستر بات كصوصت كصوصات يعني قابك وحلوخي يا واتي رب دين يا تجارتنا هو مغلي ساد بفهم سواء في ليا وصوغني ولذلك نبي قوح لي عليه الصلاة والسلام هذا رنك الشيطان هذا أنا قد بدأ يدو وصغالي يا فرت الكيلو ما كاقي بلي بهاشا تن تلياني قام كسو السمية ورنطي ورنب ميليغرام كاكو قران واصح وحاكو قران بيك السمية سنتاي هذا صدق قالت ما هذا رنطا شكتي وعدي سيد هذا يعيب كلا لا يضحي وقول أرباش أنا وشبان يجيبي ولا ساتر يسمى قرن ما يدو الراعي وشبان ها شبان ويا أنا قاضو وهاي دنا ترى هذا ما هتنا شبان كي وتايوان كي تاني خلاص دوك هاجي بسنة تايوان لماذا هكوي بسنة نبي نقول عليه هذا خون شيكتان وعديسان بورك لهما في بيعهما والله بركة يا بيع حول هنا بركة ذا يكبر على أنا بدني ذا كم بطان بدني ذو قيمة ماله بدني ذو هذو بطو الربا نقضه يمحق الله الربا بطالا وبركة بيليا وإن كتم أبو نبوي هذا قريان وكذب بين شيغان محقت بركة بيعهما بيع ذو بركة بيلا إذا وحيم لنا هاي تاجر مسلم النقاب وحدي بن سكر شاك وحوية هيدتك وشاك بينها كشاك مدي الدنين وحيا بي الرو يونيك وأهو هيساتو ما يشاتك كانت قرصو وحن قرصو طاس هذا كشغله لكن وحشاك قيمة وصمين يوم بينها كشاك وحو قيمها والصمين فاليو والصمين إياه بينها كشيء انت هو حدارنا قف مسلم دوني دي غشكي يوحي ويباتين لكن هدنا قفك مسلم كاي وين قف تشبان نغضا وتشبني دو محيك انسان يسا كي دينك ليرا راقا هدي انا وحبا هاي سنين مدسي هذا معصر يا هيكداف نبي عليه الصلاة والسلام هو شاذي نندت كمرك الدين كبحيو إن جيس الشقالة قيد هذا وارها ضاني وحبا هيسر إسكداف إن جارين إلى هين كداف أبا الله كاي نبي عليه الصلاة والسلام إلهي بولا كل مي دبتنا سنة إلهي بدم بجيسو نافي وكي نبي قلت المامي إلهي هون حرشته قف مركو حيبيو سماحك وشرت بيعيس عندك كل من هدو وحيب سنة يرى هداد وحيب سنة عندك هكو قالي قريني ونا حريصو هداد وحيب سنة سنة دادتك هبخصينو نفته سوكين هداد دين عدكو لها دهينا سفي عن وقدلب هدي ادي قلو بقوله يا هينا سفي عن اساق بحي وحنو بهنا هنا إنه واحد بدن مركا حلال ميرة كدي بقول نقوله تاجر كمان تشوجا شدو حلال ميرة بقول نقول لها وا ما فضوضة واسن نقول كرا ما أنت دوني ده سيستم كده ده من ربكو سليسي ربنا النبي هو حكوت الماء كعونة يا كعنصية يا ككمر خاطقة يا كقرية وحدة ده هو ملعون النبي هو شريعة وحرمي سيستم كدن الغبع مشترين يدوني دين دقالنا يدو كسلي سي انت كفا كان كرتا هداد في شكتا هم بعد مينيمايز كرين كرتا على الاقل يرين كرتا هدو حكا فا كان كرتا ايها الاحبة كودها محلانا
نبو عليه الصلاة والسلام انتو يمسوق يا يحكوك ذا يبسين ايين يقول يا معشرة تجار ورقي انو حكال قضان يوبو نبو يوشي والله صائق مركز نبقى عليه الصلاة والسلام ونسوح لإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا تجارته قيامها وحل سوتها قيامة بدر كمدي يقو فاجرين فاسقين دنبي ليال يقو إلا من اتقى الله وبر وصدق منبور مد إلهي كبقي وصم فلي ورنش يقي مويالي تجارته انت بضاني فجار بي آخر كصبح يا منبولي حلقي يا با إن تسليد هاي حول حلالات شقي سني صح هدنا أي حلال نقول كرواية وامد البطن وحنا نبغي نوت المامي عليه الصلاة والسلام غفلة أي مال هي تجارة وكيلتين اللي خبحنا ونبغي نوش يجي يا مالها السوقة لغو جيا نارت أكو بطن لغو جيا نارت waxa ku qastaan buu nabigu yiri bal sadaqada badiya wax bixinta badiya si ay maxay laguga tirada badan la iyo dhaartan tirada badan la iyo waxaan idin ka yareysa bal waxaad ka garan kartaa dee dhulka ilaahay ugu jecel yahay nabigu wuxuu ku tilmaamay waa masaajidda dhulka ugu sharka badan lana abghadu albilad ila allah wa aswaq dabu nabigu yiri هلا وحلوه كلا قطه هلا وحلوه كلا قطه سيدا أوجد مش اسم مدام الدم بكون بدية هاي هذا مركة جلي صح حصوصة إلهي وأن غفلتك قدين نبيك عليه الصلاة والسلام قفك مركة ومساج تجا مركة وسوق جلي يجي لهذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير نكا انت الى هذا مركه وسوق قليو الهي كان وحو قراب نبغي الف الف حسره وحانا لغا مسحا الف الف سيئه قرنا جنادا لوغ دسا وهي علماء كو سبب يا وحي دها ميشن با موطن الغفله وما لوقفك مركو سو قليو محاد مع عشتاية محاد الله شاية محاو كفكرين تبضاني أنو كفكرين وردقة يا آخرة يا الله أنو كفكرين سادة لأنه بوحة لديها هداد وردقة آخرة ستمركة سوغة قليسو واحد لديها ألف 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 وكنكن لغة عربية ده هوري واحد مليون ليلة ده مجرى كن باو بدنا جريت لدى عربت بكالا صوتر يكون أي قاردو وحي كدن بيا كنكا مباليسكو علين جريت كون كون إن ليدا هذا يكون كون ألف 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 إن ليدا سدح ألف أديلا شجع وون بليون لبا ألف أديلا شجع وون مليون وصانا إنه هذا وترينه ترى هذا بدون ده نبغو عليه الصلاة والسلام وحكوت المامية وألف ألف وهل مليون أو حسنات هليس هل مليون أو سيئنا ولا قام صحية قرينا كنا طلقة قد سيئة لكن ما هلا إلا شو شواطا ما هلا إلا مركب سوق قلينه إنه إنتان دعمه وحينه باهن مركة ساو قد سلمان الفارسي حديث كموقوف كقوى إمام مسلم ورينا يوحد المامية والسوق مركة قلي سهداد وودو كوجه الرئي قالها النقنن كوجد بأي كصوب حناها النقنن فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته مش هو قوم دقالك الشيطان يا هلكو عالنك كتاكتي ويا وحي علماء ذو إلى هذا انت أهر كشهدنا هاو ضبيني على الغلادات كوه حتى كم من نغطو ديو كوه كصهر بحنقو مركا انت أهر ريسو هاو ضبيني عفلا يا وقتي سلا دم لوا قاعدي بحكو سوكو بيا تاجرك انت آند بن آدم كالتي جاريسا إلهي إلا تجاريسو إلهي إلا قناعصو وصدي التجارة دا وجنة قال إلهي يعني إلا عقا قرى ونقطين أيو نقول الله هاي الجنة دا نوحيكو قال لها تجابي وضطي المسلمين تهوري تجارتها
ده دوني دانو مسلمة مانتا نمن تجارة مسلمين باتجاه دين توشيعي مركا مركا جبا جبيني أنا وحنو يمينا لدين تنبيهير حتى سؤالك ما جوابه إذن كان جواب ما يو ده معلم بعضه معلم ما فهم تنبوي ده ده وحنا اللي فهم هو أيو أيو ما عندي بقول نقرية والله لي وحي سؤاله دكتور خضري يا دكاترة ذاك اللي يدين شوكته أيوة يدين إسا أنا وحنا السعودي وحوا يرن ردنا وروح بايدن كم مقر الرادية ملي لقى الرادية واجو قال ما مغنى لكن ورك يقول نبي حقوق وبيه هاي والتجارة هي نارتين الجينة حالا هي كأنه نسكوه اللي كرينا يعني الله بدأ يسكوه رادينه حالين وهلينا كأنه وهلينا هذين مرة ما حي ودد إلى هي الرسول كيسوينا إلى هذين مرة مركا أنا جور كي قال ما أنت يدين لي ما هذا تير غير وجه عليه والتجارة كشقيني وحوي يعني ورلعتوا هي نارتين الجينة كأنه ده هنا جيسو وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.